رغم أن مواعيد المنتخب الوطني الجزائري لازالت بعيدة والتحذيرات للمباريات القادمة لم تنطلق بعد، لكن الناخب الوطني بيتكوفيتش الذي يحضر ويخطط للمواعيد الهامة التي تنتظر الخضر أبرزها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. موعد مرتقب ولقاء حاسم هو الذي سيجمع بين البوزني بيتكوفيتش ونجم الخضر رياض محرز، لقاء في فيينا النمساوية بمناسبة تربص نادي الأهلي السعودي، سيكون من أجل الحديث عن مصلحة الخضر وإذابة الجليد بين الرجلين وتوضيح العديد من النقاط التي تخص بيت المحاربين. غياب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية عن التربصين الأخيرين للمنتخب الوطني صنع الحدث وأثار الجدل وأسال الكثير من الحبر. إذن هي خطوة كانت لابد أن تكون بين المسؤول الأول عن العارضة التقنية للخضر وبين أحد صناع النجمة الإفريقية الثانية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.